لي انا خيرت هذا يا فهذا راح يعملوا لك عليه مخالفه يقارب 100 يورو او زياده شو 100 يورو. انت اختار لي اي واحد ل... انا اختار لك هذا لونه جميل كل المقاسات تبدا من ال 250 تقريبا كامل مع التفصيل حسب الطلب الى ال 400 الموجوده. السلام عليكم اخوتي خياتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا ان شاء الله رانا رايحين الى توب دبي، وراح ان شاء الله نفصلوا توب ليا انا. بعد ما نفصلوا التوب هذا ان شاء الله راح نعطي لكم واحد التفاصيل اللي لازم عليكم تعرفوهم هنا في السعوديه، لازم تكونوا عارفين هاد المعلومات. ان شاء الله راح نديروا دوره داخل توب دبي، وراح نشوفوا الاقمشه ونشوفوا عده امور. تابعوا لا فيديو معايا حتى للاخير، ان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو عليا. شاركوا الفيديو مع ناس اخرين، وما تنساوش ديروا لنا لايك. راش مشترك في القناه يشترك في القناه، واللي راه مشترك يفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد، وان شاء الله نقدم لكم فيديوهات كل مره، وكل مره نزوروا بلد نشاركوا معكم الجديد. لي كيف نكونوا لحقنا الخياط دبي، عنده اجود الاقمشه ما شاء الله. راح ندخلوا ونشوفوا، راح ان شاء الله نفصلوا توب ليا ونشوفوا الداخل وش كاين وش ما كاش. يلا تابعوا معنا. يلا لي كيف لهنايا رانا دخلنا، شوفوا كاين ناس مليها راهم يكومونديو يديروا لهم المقاسات، كاين ناس ثاني منا. شوفوا هادوما الاثواب، بس من اجود الاقمشه، و يعني ما شاء الله من اجود الاقمشه. شوفوا لي موديل معنا وقولوا لي انا خيرت هدايا، مكتوب فيه دبي كما كم تشوفوا لهنا. بون لهنا هذا راه شويه مسخ، عادي جدا لانه راه محطوط في المانكا. شوفوا هذا ما حبيتش نخير، هذا الشباب عجبني. وشنو فيه الاقفال هذوما كي يكون يتغسل ولا يصرى فيهم مشكل، ولا قادرين يطيروا يصرى لك فيهم مشكل، قادر ما تلقاش القفله اللي كيما هي، فخيرنا واحد سامبل. هذا القماش واش اسمه؟ هذا قماش ممتاز، قطن مشروب رسمي جنس وقفه، ايه حق المناسبات يعني، شكوا على الجسم ما شاء الله. هذا نفسه افتح درجه لون سكري، وهذا ابيض. هذا ابيض. أيوه. ابيض ناصح ويجي بارد ومريح في اللبس. ايه انت اختار لي اي واحد ل... انا اختار لك هذا لونه جميل. ايه؟ هو يعني غامق اصفر غامق، ولا هو ابيض؟ اي ولا هو ابيض، هذا جميل لونه. ايه؟ وخامته حلو. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. من وين هم؟ صناعته اندونيسي. ايه اندونيسي، هذا اندونيسي نخب اول، خامته ايه؟ جدا ممتازه ما شاء الله ما شاء الله. وعندنا تشكيله من الاقمشه، في اقمشه شتويه، في اقمشه شتويه وصيفيه، ايه الوان، وحتى في الابيض. يا الله. والاسعار من وين تبدا؟ حتى الاسعار تبدا من ال 250 تقريبا كامل مع التفصيل، ايه حسب الطلب الى ال 400 الموجوده. ايه ايه ما شاء الله. في عندنا اشكال للتطريزات والحركات اللي تجي على تعطي جماليه للجو يعني. ايه زي التطريز هذا والاكسسوارات، وهذو التطريزات يعني كلهم تطريز سعودي ولا كل؟ أيوه. تطريزه وتختلف؟ اي كل تطريز يعني يقولوا شكل، هذا يجي خطين شايفين. ايه في نفسه هناك خط واحد اللي هو الواحد، وفي هذا الشبكه. انا هذا اللي اخترته. ايوه هذا هذا الشبكه. ايه ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا هنايا هذه اللي يجي في الرقبه، الكول كما نقولوا احنا. فوالا عندهم يعني انواع، كل وحده وكيفاش الفتحه ديالها، وكل وحده شحال فيها من قفله، كل وحده شحال فيها من فوالا. احمد راه يديروا لنا في المقاس وبعده انا. ما يكمل المقاسات يجي لهنايا يمبريميهم ويبعثهم للورشه باش يكملوا الخدمه تاعها، يعني المقاسات كلهم محطوطين هنا في البي سي، وبعده
يم بريميوم ويم بعدها. معلومة أيضا اللي راح نضيفها لكم هو أنه المصنع تأسس في 1994، يعني العام اللي زدت فيه أنا، مصنع دبي اللي هنا تأسس في 1994 هنا، يعني عنده المكتب تاعو، والتحته كاين الخياطة وكل شيء، هنا المكاتب، والتحته كاين المقاسات، وكما شفتوا يعني هنا لصال داتونت ديالهم اللي هي قاعة الانتظار، واللي هي المقاسات والأقمشة وكل شيء. شوفوا ليكيب دوكا كيفاش طلع رسمي ما شاء الله. ها لا رسمي ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا التفاصيل اللي هنا، فيه جرار اللي هنايا. حبيت نمد لكم واحد المعلومات اللي لازم تعرفوها. هنا في السعودية هذا هو الزي الرسمي، الزي الرسمي يجي لهنا طويل. اما الزي الرسمي اللي كنت لابسه انا اللي هو لهنا هنا تاع الجزائر، فهذا راح يعملوا لك عليه مخالفة. فإلى كل شخص جاي لهنا للسعودية هذا بيكون تشريو هذا هو الزي الرسمي، ولازم يكون معاه على لهنا راهي شويه تبان كحله. انا لابس تريكو من تحت ولابس شورت، بس هي الزي الرسمي لازم يكون من الداخل ابيض، وهنا لازم يكون ابيض طويل، هنا لازم يكون تاني طويل. واذا حكموك يعني الشرطه لقاوك بزي لهنايا، فهنايا راح يديروا لك مخالفه تاعها كم احمد؟ $100. لا الزي مش الثوب، يعني الناس ممكن يفهمون غلط. لا أي. قصدي ثوب، هذا ثوب احنا الثوب اللي الكم حقه قصير هذا يستخدم داخل المنزل، يعني للنوم. ايوه اي شيء يعني مش منظره كويس بالسعودية في يتبع الذوق العام، اي شيء مخالف للذوق العام يعطونها مخالفه ما يقارب 100 يورو او زياده. شو 100 يورو؟ هذا اي شيء مخالف للذوق العام. بس كي تكون في العادي، في العادي ومن ضمنها الثوب الداخلي حق المنزل عندنا، احنا اللي يكون قصير يستخدم المنزل، فهذا ما بالاماكن العامه لازم نفس اللي معك او سبورت او اي شيء. ايوه هذه. اما المخالف للذوق العام يعطى مخالفه. يعني كي يكون شخص حتى في الاماكن هذه، في الاماكن العامه، يكون لابس اي لبس سبورت، بس سبورت. انت تتكلم عن الثوب؟ انا اتكلم عن الثوب. الثوب ايوه الكم القصير هذا يستخدم عندنا للمنزل، على اساس كذا علشان ما يفهمون الناس غلط انه يصير للمنزل. اوكي
كما سمعتوا معنا هذه هي المعلومة اللي كنت حاب نعطيها لكم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وشاركوا الفيديو مع ناس آخرين، وشكرا.